طبعا بعد التحديثات الجديدة اللي عملتها الشركة في الحدث التوتي، الحدث بيعتبر من أجمد الأحداث، واللي هيلعبه صح وهيعمل فيه الحاجات صح هيرتاح للتلات أربع شهور كتير قدام. فعلشان كده أنا النهاردة لازم أقولك كده على شوية حاجات، عشان كده أنا طلعت أعمل الفيديو ده لأنه مهم وهيكون سريع وفي الخلاصة كده. طب اول حاجه كده، هما بدلوا اللاعب ال101 اللي في المقايضه للاعب 103، ودي حاجه حلوه قوي، وغيروا المسار كله وغيروا كل اللعيبه اللي فيه، فحرفيا حاجه جامده قوي. يعني مثلا غيروا اللاعب ال103 ب106 وال106 ب108، وهيجي لك لاعب اساسي 108، غيروا كنافارو وغيروا ديلبيرو. فاللي هو بص، انت من الاخر كده بتتكلم في حدث عظيم وجديد قوي، والناس كلها هتجيب فيه لعيبه. ستي وحبايب اللي ماليش منهم، يلا كده نجرب المقايضه. بس انا مش مرتاح، يعني انا مش مطمن، انا بس هجرب المقايضه معاكم بس كده، بحيث ان احنا نشوف هل هيطلع لنا لاعب 103 زي ما هم بيقولوا كده، ولا هو دايما 101 ويعني يا دوبك بيفيكوا علينا. بس انا عايز اجيب لاعبين بس كده معاكم. جالي اول واحد الباشا ده والايه ده ال100. حلو حلو والله، انا حاسس ان هم ضافوا ناس جديده ده، ولا انا اول مره اشوف الواد ده، اول مره اشوف الواد ده بجد، اول مره اشوف الواد ده. بس ما علينا كده، تعالوا بس كده نخش للمقايضه ونحط اربع لعيبه. يلا ها كلهم فول 98. يعني بص، هو المفروض يتمنى يجي لي لاعب اعلى من 101، ما تفصلونيش زي كل مره. يلا ودي الكلام في ده، يلا 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 وديني وريني يا اسطى. 101 ولا كام؟ 101 101 101. لا خلاص خلاص يا جدعان، خلاص هو 101 بيضحكوا علينا، اكيد مش هيكون في 103. طب ده بقى ينقلنا للنقطه الثانيه على طول، ان انت ما ينفعش خالص تشتري اي لعيب مهما كان سعره، ما يستفزكش اي سعر اي لعيب مهما كان. اوعى تشتري اي لعيب، اوعى يستفزك سعر صلاح، اوعى يستفزك سعر ميسي، اوعى يستفزك سعر امبابي، ولا سعر ولا الطلب عليه. فكك، ما تشتريش اي لعيبه خالص دلوقتي، واهدى واتقل، لان الناس كلها هتجيب اللعيبه دي بعدين وهترخص لما تكون التيميت. احنا عايزين نظبط تشكيلاتنا كلها التيميت ونروق الكلام كده ونولع الحكه مع بعض. وده ينقلنا للنقطه الثانيه المهمه، ان انت لما تعمل مقايضه ويطلع لك لعيب غالي بيعه على طول في نفس الوقت، حاول على طول تبيعه في نفس الوقت. ليه؟ لان الناس كلها هيجي لها لعيبه، والناس كلها هتظبط الدنيا وهتروع على حالها بلعيبه غاليه، فانت بيع اللعيبه دي بسرعه، حاول تستفيد كده من السعر، تستفيد من الدنيا وتروع على حالها. انت ما تشتريش ايكون، ما تشتريش اي حاجه، انت بيع واستنى الالتيميت لما ينزل، الناس كلها هتجيب الالتيميت، احنا بنعمل له فيديو تاني. العب الحدث كله، اوعى تفوت الفيفا وورلد كاب، العب المهام اليوميه، العب كل حاجه في الحدث ده، الحدث ده هيريحك لثلاث اربع شهور قدام. وانا بكرر، اعمل المقايضات قوي بأول، ولما تعمل المقايضات أول بأول أنت هيكون فرصتك في إنك أنت تجيب لعيب عالي عالية. فلما تجيب لعيب عالي حاول تبيعه على طول أول بأول. فاهم أنا بتكلم في إيه؟ لأن أساسا قدام كل ده هيرخص لما ينزل الألتيميت، وهتلاقي الألتيميت سعره بدأ يغلى. في الأول طبعا هنلاقي سعر الألتيميت ناس كلها جابته والناس كلها بدأت تبيع، والسيلفر حصل فيه ده نفس الربكة اللي حصلت في كأس العالم. بس اللي هو إيه، إحنا عايزين نروق كده، وأنا معاك خطوة بخطوة، بحيث إن إحنا عايزين نطلع من الحدث ده بتشكيلات كلها ألتيميت. ليه؟ عشان خاطر نروق على بعض كده لمدة لا تقل عن 4-5 شهور بلعيبة جامدة قوي قوي قوي، وسعرها مش هينزل طول السنة. يعني دي أهم حدث السنة وأهم لعيبة في السنة.